يقول نفسه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. ترى الذهب موجود في الأرض والبترول موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، البترول نفسه موجود، يسمونها القار، تطلى به السفن وتدهن به الإبل الجرب عن الجرب، وله منافع كثيرة، حتى الزيرة اللي حط فيها الماء تطلى به لبعض مصالح الناس، بعضها يستعملها في الحرام، فكان موجود مثل الملح موجود نفس الشيء، ومع ذلك ثمين مخزون للناس الآخرين، ما هو للأولين، ينتفعون الأولين بقدر لكن مخزون للآخرين ويأتي من بعدهم.